فرد مراق بعد الضربة للسنوات التاسعة أساسي. التمرين الأول، ضع العلامة في أمام الإجابة الصحيحة، إحداها فقط صحيح. السؤال الأول، إذا كان ABC مثلث حيث J مركز ثقله و E منتصف BC، فإن AG يساوي 1 على 3 AE، EG يساوي 2 على 3 AE، أو AG يساوي 2 GE. التمرين الأول، السؤال الأول، ABC مثلث E منتصف BC و G مركز ثقل المثلث. نحن نعلم أن AG يساوي 2 على 3 AE و EG يساوي 1 على 3 اي. اذا AG يساوي 1 على 3 اي خطا، EG يساوي 2 على 3 اي خطا، AG يساوي 2 جي اي. الاجابه الصحيحه هي الاجابه جي. نبين ان AG يساوي 2 على 3 اي يساوي 2 على 3 اي يساوي 2 ضرب 1 على 3 اي، ونحن نعلم ان اي جي يساوي 1 على 3 اي، اذا يساوي 2 اي. السؤال الثاني، اذا كان ا بي سي مثلث قائم في ا وهاش المسقط العمودي ل ا على بي سي، حيث بي سي يساوي 13 وهاش سي يساوي 4، فان ا هاش يساوي 6، ا هاش يساوي 3 جذر 6، او ا هاش يساوي 9. اذا السؤال الثاني، ABC مثلث قائم الزاوية في A، H المسقط العمودي للنقطة A على BC، عندي BC يساوي 13 و CH يساوي 4. نحن نعلم أن AH قوة 2 هي يساوي BH في CH. بما أن بي سي يساوي 13 و سي هاش يساوي 4، إذن بي هاش هي 9 ضرب سي هاش اللي هي 4 يساوي 36. إذن أ هاش يساوي الجذر التربيعي ل 36 يساوي 6، والإجابة الصحيحة هي الإجابة A. السؤال الثالث، إذا كان أ بي سي مثلث متقايس الأضلاع حيث أ بي يساوي 2 جذر 3 سنتيمتر، فإن قيس مساحتي تساوي 3 جذر 3 سنتيمتر مربع، 3 سنتيمتر مربع، أو 4 جذر 3 سنتيمتر مربع. إذن ABC مثلث متقايس الأضلاع ABC مثلث متقايس الأضلاع. في مثلث متقايس الأضلاع نعرف أن قيس طول الارتفاع هو يساوي طول الضلع في جذر 3 على 2، يعني إذا كان هاش أهاش هو الارتفاع الصادر من أ في المثلث، فإن أهاش أهاش يساوي AB اللي هي 3 جذر 2، AB اللي هي 2 جذر 3 يساوي AB اللي هي 2 جذر 3 في جذر 3 على 2 يساوي 3. إذن مساحة المثلث ABC يساوي القاعدة اللي هي BC اللي هي 2 جذر 3 في الارتفاع اللي هو 3 على 2 يساوي 3 جذر 3 سنتيمتر مربع. في مثلث متقايس الأضلاع A قيس طول الارتفاع هذا هو A جذر 3 على 2. إذن الإجابة الصحيحة هي الإجابة A. السؤال الرابع، إذا كان A و B عددان حقيقيان حيث A مع B يساوي 3 جذر 2 و A قوة 2 مع B قوة 2 يساوي 10، فإن AB يساوي 2، 4 أو 8.
إذن A مع B يساوي 3 جذر 2. هذا السؤال الثالث. السؤال الرابع، إذن A مع B يساوي 3 جذر 2، A قوة 2 مع B قوة 2 يساوي، A قوة 2 مع B قوة 2 يساوي 10. نحن نعلم أن A قوة A مع B كلها قوة 2، A مع B قوة 2 يساوي A قوة 2 مع 2 AB مع B قوة 2. يعني A مع B قوة 2، ونحن نعلم أن A مع B يساوي 3 جذر 2، يعني 3 جذر 2 قوة 2 يساوي A قوة 2 مع B قوة 2 مع 2 AB. 3 جذر 2 قوة 2 9 ضرب 2 هي 18، يساوي A قوة 2 مع B قوة 2 المعطى هو 10 مع 2 AB. يعني 2 AB يساوي 18 إلا 10 يساوي 8، يعني AB يساوي 8 على 2 يساوي 4. يعني AB يساوي 8 على 2 يساوي 4، والإجابة الصحيحة هي إجابة B. التمرين الثاني، التمرين الثاني، نعتبر العبارة A يساوي X قوة 2 مع 6X إلى 7، حيث X عدد حقيقي. التمرين الثاني، إذن العبارة A يساوي X قوة 2 مع 6X إلى 7. السؤال الأول، أحسب القيمة العددية للعبارة A في كل حالة من الحالتين التاليتين. A X يساوي جذر 2 في هذه الحالة، A يساوي جذر 2 قوة 2 مع 6 في جذر 2 إلا 7، يساوي 2 مع 6 جذر 2 إلا 7 يساوي 6 جذر 2، 2 مع ناقص 7 يساوي ناقص 5. إذن A في الحالة X يساوي جذر 2 يساوي 6 جذر 2 إلا 5. B في حالة X يساوي ناقص 1، B في حالة X يساوي ناقص 1، العبارة A تساوي ناقص 1 قوة 2 مع 6 ضرب ناقص 1 ناقص 7 يساوي 1 إلا 6 إلا 7 يساوي 1 إلا 6 هي ناقص 5، ناقص 5 ناقص 7 هي ناقص 12. السؤال الثاني، بين أن A يساوي X مع 3 قوة 2 إلا 16. إذن سؤال A، X مع 3 قوة 2 إلا 16 يساوي، هذا جذر معتبر A مع B قوة 2 يساوي A قوة 2 مع 2 AB مع B قوة 2، إذن يساوي X قوة 2 مع 2 في X في 3 مع 3 قوة 2 إلا 16 يساوي X قوة 2 مع 6X مع 9 إلا 16 يساوي X قوة 2 مع 6X إلا 7 يساوي A. سؤال B، استنتج تفكيكا إلى جذع عوامل للعبارة A. إذن العبارة A هي يساوي X مع 3 قوة 2 إلا 16 يساوي X مع 3 قوة 2 إلا 16، نبدلها 4 قوة 2، وهذه في صيغة A قوة 2 إلا B قوة 2. إذن A يساوي A إلا B، X مع 3 إلا B اللي هي 4 في A مع B، يعني X مع 3 مع 4 يساوي X إلا 1 في X مع 7. السؤال الثالث، لتكون العبارة B يساوي 2X قوة 2 مع 28X مع 98، A فكك إلى جذع عوامل العبارة B. إذن السؤال الثالث، العبارة B يساوي 2X قوة 2 مع 28X
مع 98 A فكك العبارة B إلى جذاء عوام. إذن B يساوي 2X قوة 2 مع 28X مع 98 يساوي 2 مشترك من X قوة 2 مع 14X مع 49 يساوي 2 X قوة 2 مع 2 في X في 7 مع 7 قوة 2 يساوي 2 X قوة 2 مع 2 في X في 7 مع 7 قوة 2 هي X مع 7 كلها قوة 2. ب بين أن A مع B يساوي X مع 7 في 3X مع 13. إذن سؤال ب A مع B يساوي إذن A هي X إلى 1 في X مع 7 X إلى 1 في X مع 7 مع B اللي هي 2 في X مع 7 قوة 2 يساوي X مع 7 هو عامل مشترك في X إلا 1 مع 2 X مع 7 قوة 2 واحدة خارجة البرة توقع X مع 7 يساوي X مع 7 في X إلا 1 مع 2 X مع 14 يساوي X مع 7 في 2 X مع X هي 3 X ناقص 1 مع 14 هي مع 13. سؤال جيم أوجد X إذا كان A و B متقابلان. سؤال جيم A و B متقابلان يعني A مع B يساوي صفر يعني X مع 7 في 3X مع 13 يساوي صفر يعني 3X مع 13 يساوي صفر أو X مع 7 يساوي صفر يعني 3X يساوي ناقص 13 أو X يساوي ناقص 7 يعني X يساوي ناقص 13 على 3 أو X يساوي ناقص 7. التمرين الموالي يعني التمرين الثالث ليكن X عدد حقيقي أكبر من 3.5 ب في الرسم التالي نرمز ب S A B C D إلى مساحة المستطيل A B C D و S D E F G إلى مساحة المربع D E F G. سؤال الأول بين أن S A B C D يساوي 4 في X إلا 1 قوة 2. إذن التمرين الثالث إذن SABCD هي مساحة المستطيل ABCD طوله AB يساوي DE مع EC وعرضه AD 4 يعني SABCD S A B C D يساوي 4 ضرب هذه هي X قوة 2 X مع 2 مع X قوة 2 إلا 3 X إلا 1 يساوي 4 في X قوة 2 X إلا 3 X تعطيني إلا 2 X 2 إلا 1 تعطيني مع 1 يساوي 4 X قوة 2 إلى 2 X مع 1 هي X إلا 1
قوة 2. إذن هذا سؤال سؤال الأول. السؤال الثاني أحسب SD EFG. SD EFG مساحة المربع EFG. ب المربع EFG قيس طول ضلعه هو X مع 2. إذن S D E F G يساوي X مع 2 قوة 2 يساوي X قوة 2 مع 4 X مع 4. ثم استنتج قيس طول E G. نحن نعلم أن في مربع قيس طول ضلعه A قيس طول قطره يساوي A جذر 2، و EG هو GE هو قطر مربع قيس طول ضلعه X مع جذر 2. إذن جي او يساوي جذر 2 في اكس مع 2. السؤال الثالث اوجد اكس بحيث اس ا بي سي دي يساوي اس دي او اف جي. بين السؤال الثالث S A B C D يساوي S D E F G يعني 4 في X إلى 1 قوة 2. 4 في X إلى 1 قوة 2 يساوي X مع 2 قوة 2 يعني 2 في X إلا 1 قوة 2 إلا X مع 2 قوة 2 يساوي 0. يعني A قوة 2 إلا B قوة 2 يساوي 0. يعني A إلا B في A مع B يساوي 0. 2 في X إلا 1 إلا X مع 2 ضرب 2 في x إلا 1 مع x مع 2 يساوي 0. يعني 2x إلا 2 إلا x إلا 2 ضرب 2x إلا 2 مع x مع 2 يساوي 0. يعني 2x إلا x هي x إلا 2 إلا 2 هي إلا 4 ضرب 2x مع x هي 3x إلا 2 مع 2 يساوي 0. إذن يساوي 0. 3x في x إلا 4 يساوي 0. يعني إما 3x يساوي 0 أو x إلا 4 يساوي 0. يعني x يساوي 0 أو x يساوي 4. نحن نعلم أن x هو بعد يكون أكبر من 0، وأيضا أن في أول التمرين x هو عدد حقيقي أكبر من 3.5. إذن x أكبر من 3.5 إذن x يساوي 4. إذن في حالة x يساوي 4 مساحة المستطيل ABCD يساوي مساحة المربع D E F G. رابعا A بين أن G E على G B يساوي X مع 2 على 4. إذن في المثلث A B G، في المثلث A B G لدينا D E موازي ل A B. D نقطة من G A و E نقطة من G B. بتطبيق مبرهن تالس نتحصل على
جي او على جي بي يساوي جي دي على جي اي يساوي دي او على ا بي. السؤال الرابع اذن في المثلث ا بي جي في المثلث ا بي جي لدينا دي او موازي لابي يعني معامدان نفس المستقيم او تنتمي الى جي بي ودي تنتمي الى اجي. اذا بتطبيق مباراة تالس لتطبيق مباراة تالس في المثلث ABG نتحصل على GE على GB GE على GB يساوي GD على GA يساوي GD على GA يساوي دي او على ا بي يساوي دي او على ا بي ودي او هو اكس مع 2 و ا بي هو ار. سؤال ب استنتج ان او بي يساوي 4 جذر 2 استنتج ان جي بي يساوي 4 جذر 2 جي بي. اذا لدينا جي او على جي بي يساوي اكس مع 2 على 4 يعني جي بي يساوي جي بي يساوي 4 جي او على اكس مع 2 يساوي 4 جذر 2 في اكس مع 2 لأن جي او يساوي جذر 2 في اكس مع 2 على اكس مع 2 نختزل اكس مع 2 يساوي 4 جذر 2. هذا التمرين الثالث. نمر اذا الى التمرين الرابع. يمثل الشكل المقابل مثلثا ABC قائما في A وأهاش ارتفاعه الصادر حيث هاش بي يساوي 2 وسي هاش يساوي 6. السؤال الأول إذا التمرين الرابع بين أن أهاش يساوي 2 جذر 3 بين أن أهاش يساوي 2 جذر 3 إذا نحن نعلم أن ABC هو مثلث قائم الزاوية في A مثلث قائم الزاوية في A وأهاش ارتفاعه إذن أهاش قوت 2 يساوي بهاش في سهاش يعني أهاش قوت 2 يساوي بهاش اللي هي 2 ضرب 6 يساوي 12 يعني أهاش يساوي أهاش يساوي جذر تربيع 12 يساوي 2 جذر 3 خطر جذر 12 هي جذر 4 في جذر 3 جذر 4 يساوي 2 إذن أهاش يساوي 2 جذر 3 أهاش يساوي 2 جذر 3. السؤال ب احسب AC احسب AC اذا المثلث AHC مثلث قائم الزاوية
في هاش، المثلث A هاش C مثلث قائم الزاوية في هاش. إذا أنا حسب نظرية بيتاغور A C يقوى 2 يساوي A هاش قوى 2 مع هاش C قوى 2. إذا المثلث A هاش C قائم الزاوية في هاش، قائم الزاوية في هاش. إذن حسب نظرية بيتاغور فإن A C قوى 2 قيس طول الوتر قوى 2 يساوي A هاش قوة 2 مع هاش سي قوة 2 يساوي A هاش قوة 2 هي 12 مع هاش سي قوة 2 اللي هي 36 يساوي 48. وبالتالي A سي يساوي الجذر التربيعي ل 48 يساوي الجذر التربيعي ل 16 في 3 يعني يساوي 4 جذر 3. يعني توا البعد AC يساوي 4 جذر 3. السؤال الثاني، لتكن O منتصف AC، لتكن O منتصف AC، إذن O منتصف AC، بين أن المثلث AHO متقايس الأضلاع. إذن ثانيا A إذن AHC مثلث قائم الزاوية في هاش، AHC مثلث قائم الزاوية في هاش، و O منتصف و O منتصف AC. إذن O هاش يساوي O A يساوي O C، لأن O هي مركز الدائرة المحيطة بهذا المثلث، لأن في نعلم أن في مثلث قائم مركز الدائرة المحيطة بمثلث هو منتصف الوتر. إذن يساوي AC على 2، يساوي AC على 2، و AC هي 4 جذر 3، إذن يساوي 2 جذر 3. يعني OA يساوي OH يساوي OC يساوي 2 جذر 3. ونعلم أيضا أن AH، وبما أن AH هو 2 جذر 3، إذن وبما أن AH يساوي 2 جذر 3 فإن OH يساوي OA، OH يساوي OA يساوي AH يساوي 2 جذر 3. يعني المثلث OAH متقايس الأضلاع. يعني المثلث OAH متقايس الأضلاع. السؤال ب، إذا أحسب مساحة المثلث A H O، أحسب مساحة المثلث A H O ب. إذا بما أن O A H مثلث متقايس الأضلاع قيس طول ذرعه يساوي 2 جذر 3، وهاشكا ارتفاعه إذن البعد هاشكا عن قاعدة تقول طوله قيس طول ارتفاع مثلث متقايس الأضلاع قيس طول ذرعه A هو A في جذر 3 على 2. إذن
هاشكا يساوي او ا في جذر 3 على 2 يساوي 2 جذر 3 في جذر 3 على 2 يساوي 3 سنتيمتر. وبالتالي فإن مساحة فإن مساحة المثلث او اهاش هي اس او اهاش يساوي هاش كا في او ا هاش كا في او ا على 2 يساوي 3 في 2 جذر 3 على 2 يساوي 3 جذر 3 سنتيمتر مربع. 3 جذر 3 سنتيمتر مربع. السؤال الثالث: لتكن دي مناظرة هاش بالنسبة إلى ك. ك هي المسقط العمودي. ك هي المسقط العمودي لهاش على أو. دي مناظرة هاش بالنسبة إلى ك. إذا النقطة دي بتكون هنا. بين أن سي أو على سي كا يساوي 2 على 3. إذا السؤال الثالث A. سي أو على سي كا يساوي سي أو على سي أو مع أو كا يساوي سي أو اللي هي 2 جذر 3 على سي او اللي هي 2 جذر 3 مع او كا اللي هي جذر 3 يساوي 2 جذر 3 على 2 جذر 3 مع جذر 3 هي 3 جذر 3 اذا يساوي 2 على 3. يعني هذا السؤال A. السؤال B: استنتج ان او هي مركز ثقل المثلث دي هاش سي. السؤال ب: في المثلث دي هاش سي لدينا سي كا هو المتوسط الصادر من سي سي او على سي كا يساوي 2 على 3 يعني سي او يساوي 2 على 3 سي كا. و او تنتمي الى سي كا اذا او هو مركز ثقل المثلث سي دي هاش السؤال الرابع: المستقيم المار من كا والموازي لسي هاش يقطع دي سي في نقطة اي بين ان النقاط اي وهاش واو على استقامة واحدة. اذا السؤال الرابع: في المثلث دي هاش سي لدينا ك منتصف دي هاش لأن مناظرة دي هي مناظرة هاش بالنسبة إلى ك. ك اي موازي سي هاش ك اي
موازي لـ CH و E تنتمي إلى DC. نعلم أن في مثلث كل مستقيم يمر من إحدى الأضلاع ويكون موازي للضلع الثاني يقطع مباشرة الضلع الثالث في المنتصف. إذن E منتصف. إذن E هي منتصف DC. ومنه فإن HE ومنه فإن HE هو متوسط المثلث DCH الصادر من هاش الصادر من هاش. بما أن O مركز ثقل المثلث وبما أن O هو مركز ثقل المثلث DHC فإن O تنتمي إلى هاش E فإن O تنتمي إلى هاش إي ومنه النقاط إي هاش وأو إي هاش وأو على استقامة واحدة. السؤال الأخير السؤال الخامس المستقيم المار من أو والموازي والعمودي على OH مستقيم المار من O والعمودي على OH يقطع HK في E يقطع HK في E ويقطع إذن يقطع HK في E. أحسب كأو أحسب كأو. إذن المثلث OEH المثلث OEH قائم الزاوية في قائم الزاوية في O وOK ارتفاعه. إذن OK قوة 2 يساوي OK في كاش وبالتالي KO يساوي OK قوة 2 على كاش يساوي جذر 3 قوة 2 على 3 يساوي واحد. إذن هذا هو الرسم كامل للتمرين الرابع. إذن هذا هو الرسم كامل واضح للتمرين الرابع.